الثوره، والامن بيتربص بيه من فتره طويله جدا. اللي حصل ان جيم يوم الاحد حصل ان الامن دخل الميدان برفقه شبكه يقين الاخوانيه، الشبكه الاخباريه الاخوانيه اللي معروفه للكل زي شبكه رصد بالظبط. دخلوا الميدان وكان معاهم كاميرا. بعد ما تم القبض على الناس بداوا يجيبوهم يعرضوهم للتعذيب علشان يصوروهم قدام مضبوطات تم تلفيقها ليهم. الكلام ده كله اثبتناه قدام تحقيقات النيابه ان هم تعرضوا للتعذيب، والتصوير اتعاد معاهم اكتر من مره. وبعد كده شبكه يقين الاخوانيه باعت الشريط اللي سجلته القناة الأولى عشان كده اتعرض على التلفزيون الناس كلها شافته. لكن الحاجة دي ما اتمسكتش معاه لأن هو ممسوك في شارع طلعت حرب. مسك في شارع طلعت حرب وخدوه في عربية ميكروباص اتعرض للتعذيب فيها. بعد كده حطوه في الميدان وفتحوا قدامه الحاجة وأجبروه إن هو يعترف إن الحاجة دي بتاعته. نور أخد 15 يوم حبس بعد التحقيق معاه. والقرار ده أصلاً خارج عن سلطة النيابة العامة، لأن سلطة النيابة العامة زي ما كلنا عارفين هي أربع أيام فقط لا غير. أما 15 يوم بتبقى من النيابات الاستثنائيه. النيابه العامه ما اطلعتناش ان هي كان معاها تفويض من نيابه امن الدوله، لان هم بداوا يحولوا قضايا الصور كلها على سنها قضايا امن دوله، بداوا يسجلوهم في الامن على سن هم مسجلين خطر فئه الف، برغم ان هم شباب صور لا مسجلين خطر ولا عليهم قضايا سابقه. الاتجاه العام دلوقتي من النيابه العامه بقياده طبعا النائب العام الحالي اللي هو معين من قبل الاخوان المسلمين، الاتجاه العام بتاعهم تشويه اي حد يتقبض عليه في قضايا الصور، تشويه باي شكل. دلوقتي نور وكل الثوار اللي اتقبض عليهم في اليوم اللي دخلت فيه الداخليه الميدان محطوطين في سجن شديد الحراسه، شديد الحراسه لشباب ثوره. يبقى احنا كده ما قمناش بثوره من سنتين ولا حاجه. وقبلها يوم الجمعه كان مسك جماعه من السلفيين بيوزعوا البيانات اللي هي الخروج عن الحاكم كفر، وعمل تاتش معاهم. حتى في واحد كبير قال له احنا دعويين واحنا نازلين هنا عادي عشان ندعو الشباب انهم بيبطلوا اعتصام. ده كان في التحرير عند مسكة عمر مكرم. فهو قال لهم انا لو شفت حد فيكو انا مش هرحمه تاني، ومشاهم الميدان من غير طبعا ما يتقف ولا حاجة. وقبلها نزلت الداخلية مرتين عشان تفتح الميدان على وش الصبح، وهو رفض فتح الميدان لان هو كان من مسؤولين البوابة اللي عند المتحف. وبقى كذا مرة ينزلوا له، والحزن الحظ ان هو ما يبقاش موجود رغم ان هو اساسا متواجد كسائر وكناشط حقوقي بيتابع الاحداث السحل واللي بيحصل في الميدان في المشاكل اللي حصلت اللي الكل بيشوفها يعني. ومش معقول واحد خدمه اجتماعيه وناشط حقوقي هيبقى معاه 3 طبنجات و62 وصوده الجهوي الفرد آلي. هنقدم طلب استئناف امر الحبس ان شاء الله يوم السبت، لان مفيش اي ماموريات هتطلع من السجون بسبب الحكم بتاع الالترس اللي ان شاء الله هيبقى يوم السبت. فمفيش ماموريات هتطلع من السجون في اليوم ده، فاحنا هنقدم الاستئناف بتاعنا ان شاء الله يوم السبت عشان ينزل جلسه يوم الاحد باذن الله في محكمه زنا قدام دائره الجمهوريه.